هل يجوز أن ينذر الإنسان نفسه لله عز وجل؟ نعم. هل يجوز أن أنذر نفسي لله عز وجل؟ كيف تنذر نفسك لله؟ تنذر نفسك لله وشلون؟ تنذر أنك تنظف المسجد، تكنس المسجد، لا بأس، هذه عبادة، تنظيف المساجد وتنزيه المساجد وخدمة المساجد، هذه عبادة. إذا نذرت هذا يلزمك، يعني هذا نذر طاعة. أما تنذر نفسك أنت تكون تقول أنك نذر لله، كيف تكون نذر لله؟ ما يصلح هذا. نعم.